السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ نشتغل في الطقم ده، نقص طقم الأطفال ده. هو كان فيه خدادية بتاعة الطقم اللي فات لسه ما قفلتهاش، بس أنا قلت أقص الطقم ده الأول كده، وبعدين الفيديو الجاي إن شاء الله أقفل معاكم الخدادية بتاعة الطقم اللي فات. الأول قبل ما أبدأ أشتغل في الطقم ده، انا حابه اشكر جدا جدا صديقتي سوسو. انا كنت بشتغل في الطقم ده، كنت بقصه، وبعدين شفت اشعارات منك. والله انا عايزه اقول لك، يعني انا والله عاجزه عن شكري ليكي في اهتمامك بيا وتعليقاتك وتشجيعك ليا. يعني يمكن اللي محفزني ان انا اكمل المشوار ده واعمل فيديوهات، انت واحده من الناس اللي محفزاني ان انا اكمل المشوار ده، لان على طول تشجيعك ليا وكلامك الجميل ليا يعني مخليني محرجه منك والله على الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوليه. انا محرجه جدا منك ومش عارفه اشكرك ازاي بصراحه، غير اني اقول لك والله 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 انا بحبك في الله كده، يعني من غير ما اشوفك ولا اعرفك بحبك في الله، واتمنى يكون ليا معرفه شخصيه بيكي، اتمنى كده والله. ومتشكرة جدا جدا على كلامك الجميل وعلى تشجيعك المستمر ليا. طيب نشوف بقى هنبدأ نشتغل في الطقم ده ازاي. انا طبعا بقص الاجزاء دي، بقص الطقم اجزاء كده عشان زي ما قلت لكم كده المكان عندي، بحاول اقص على المكنة كده، فانا بحاول اظبط مكان كده عشان اقص فيه واوريكم القماش وهو بيتقص. ان شاء الله الفيديوهات الجاية كده هنظبطها ان شاء الله. عايزة اقول لك بقى حضري ورقة وقلم عشان نشوف احنا هنعمل الطقم ده برضو المصرية، وهنعمله طقم مش مكلف عشان اللي عندها سرير اطفال او سرير 1.20 متر تصمم طقم زي ده كده، مش مكلف خالص، هنعمله بدانتيل عادي ومش هيبقى مكلف خالص. حضري كده ورقة وقلم وعشان نقول مع بعض المقاسات، وانا برضو هحط لكم المقاسات في صندوق الوصف. انا معايا القماش المنقوش ده 5.5 متر، ومعايا القماش السادة ده 1.5 متر. خلاص انا لقيت فيه اصفرات كتير، مرضتش احط له اصفر، قلت كفايه كده اصفر، فحطينا له الاخضر هينطق معاه. طيب حضرتك حضري ورقه وقلم كده وعشان نقول احنا قصينا ايه وقصينا ايه. اول حاجه انا قصيتها 90 سنتي 95 سنتي للمخدات. طبعا احنا اتفقنا ان احنا المخده 90 سنتي، لو مخده قطن، لو مخده فايبر بتبقى 95 سنتي. وبعد كده قصينا 75 سنتي للخداديات، خداديتين 75 سنتي. بعد كده قصينا 0.5 متر، ده اللي هنعمله الكرانيش. الباقي قسمته نصين هعمل بيه الملايات. خلاص يبقى احنا ال 5.5 متر بناخد 95 سنتي، بناخد 75 سنتي، اتمنى تكونوا بتسجلوا ورايا الارقام دي، بناخد 0.5 متر للكرانيش، الباقي بنقسمه نصين وبنعمله للملايات. بعد كده 1.5 متر معايا السادة، بقسمه 3 أجزاء كل جزء 0.5 متر. خلاص هعمل متر منهم للكرانيش بتاعة الملايات، وهعمل منهم اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، القلاب بتاع المخدة والشكل اللي هنعمله على الخدادية. خلاص مش عارفه، وانا تقريبا في غلطه حصلت هنا. انا عامله لملايه واحده، عامله كرانيش لملايه. معلش سامحوني لو قطعت الفيديو، انا بس الموضوع لف معايا، بس لقيت ان انا كنت قصه صح. يعني انا قصه 1.5 متر 3 أجزاء كل جزء 0.5 متر. هنشوف هنعمل فيهم ايه. نراجع تاني كده، 95 سنتي المخدات، 75 سنتي الخداديات، 0.5 متر هنعمل منه الكرانيش، ومتر ونص، والباقي هنعمله الملايات بالنسبة للمنقوش، وهناخد 1.5 متر هنقسمه على 3 أجزاء كل جزء 0.5 متر عشان نعمل بيه الكرانيش ونعمل بيه الشكل على المخدات والخدليات. يبقى كده كل القماش. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه
في القماشات دي كده هنستخدمها ازاي. انا هاخد اول حاجة، انا هركن كل القماشات كده، وهشتغل الاول في الكرانيش اللي هي السادة. هاخد الكرانيش كده، هاخد نص متر الاول، هاخد نص متر اهو، وهقسمه على ثلاثة، وهيبقى ده كورنيشين لملاية. هقسمه كده على ثلاثة. احنا اتفقنا طبعا ان الكرانيش بيبقى لو سرير كبير بنعمل الكورنيش، بناخد الكورنيش عرض القماش مرتين. بالنسبة للأطفال بناخد عرض الكورنيش، عرض القماش مرة ونص. خلاص احنا هنقسم القماش كده على ثلاثة اهو بالشكل ده كده، على ثلاثة كده متساويين كده، وبعدين نقسمهم كده. بقينا عندنا كده ثلاث شرايط، كل شريط حوالي 17 سنتي. هناخد هنقسم الشريط الثالث، يعني ده شريط كده وده شريط، الشريط الثالث هنقسمه كده وناخد نص العرض اهو، نحطه على كورنيش على الجزء ده نص العرض كده، وناخد نص العرض التاني كده. اصبح معايا انا اهو عرض ونص وعرض ونص، دول بتوع كورنيش لملاية. ده كورنيش وده كورنيش، يبقى كورنيشين لملاية. احنا هنعمل الملاية بتلات كرانيش، واحد هيبقى منقوش واتنين هيبقوا سادة. خلاص دول هنعملهم كده اهو، يبقى دول معانا الكورنيشين بتوع ملاية. طيب هناخد الكورنيشين بتوع الملاية التانية، النص متر ده انا هخليه دلوقتي، المفروض ان انا هقسمه نصين، اخد نصه اعمل بيه اطول بيه المخدة، عشان زي ما اتفقنا كده المخدة الفايبر بتبقى بيضة، فاحنا بنحب نطول الكيس شوية بتاع المخدة الفايبر، عشان ما بيبقاش فيه المخدة اللي بنعملها بالقطن، بتبقى ليها حاجة اسمها راس المخدة، بنعملها احنا من قماش المرتبة، فدي بتبقى يعني بتستحمل شوية، لكن المخدة الفايبر بتبقى بيضة من حرفها، فاحنا بنضطر نطول المخدة شوية عشان المخدة ما تتبهدلش، الابيض ما يتبهدلش. فانا دايما بعمل المخدات بحط لها جزء، لو هي منقوشة بحط لها جزء سادة، ولو هي سادة بحط لها جزء منقوش. احنا قلنا الموضوع ده قبل كده. هناخد النص متر ده هنركنه، عشان ده اللي هنعمل بيه، هنطول بيه المخدات، وهنعمل بيه الشكل اللي هنعمله على الخدودية. زي ما اتفقنا قبل كده انا بعمل شكل الخدودية وانا بعمل الطقم، ببقى لسه مركزتش انا هعمل ايه الشكل اللي هعمله، بس وانا بشتغل بحدد الشكل. فاحنا هنشيل النص متر ده، مش هنشتغل فيه دلوقتي. النص متر التاني ده هقسمه على ثلاثة برضو، بطبق القماش كده عشان يبقى متساوي معايا كده اهو، وبعدين بقسمه كده على ثلاثة نفس الطريقة اللي عملتها في النص متر التاني اهو. وبقسم التاني، بسم الله. وبرضو بروح قاسمة الجزء ده، باخد اتنين، باخد اتنين كده، ده كورنيش وده كورنيش، وبكمله بقسم دول، واخد عرض ونص وعرض ونص، يبقى معايا التلات كرانيش. خلاص يبقى احنا كده عملنا الكورنيشين بتوع الملايتين. طيب بعد كده معانا الجزء ده، ده المخدات عرض 95 سنتي. بتأكد ان القماش البرسل على البرسل اهو كده، وبعدين بقسم القماش اهو. بيبقى سهل انه يتقسم لان هو متعلم اهو، هو احيانا بس بيبقى، بس ده قليل يعني، بيبقى اهو
بيبقى الجزء ده جنب اكبر من جنب فبنسويه، لكن ده معمول هو جزء قد الجزء. قسمت كده المخدتين دول معايا، هركب لهم بس على حرفهم السادة وخلاص كده. طيب يتفضل معايا الخضبيات والملايات. طيب انا الملايات قسمتها، الجزء اللي اتبقى معايا قسمتها، بس انا في حاجة هنا مهمة جدا عايزة اقول لكم عليها. الملاية وانا بعملها لازم تبقى ليها عدلة، يعني العرايس دي لازم ابقى حطاها معدولة. فلما باجي اعمل السراير بعمل باجي انا هركب الكورنيش منين، لو انا ركبت الكورنيش في دي من هنا بركب الكورنيش للملاية التانية عكس. مش عارفة هتاخدوا بالكم من الموضوع ده ولا لأ، بس لما هنبقى بنشتغل يعني ان شاء الله هيبان. هقول لكم هتتعمل ازاي. احنا المفروض ان احنا بنعلم، يعني انا عملت الكورنيشة في الجنب ده من اول، بدأت من هنا من العرايس وهي مقلوبة كده، اجي الناحية التانية العرايس مقلوبة كده، لا بياخد العرايس من الناحية التانية عشان العرايس اللي بيبقوا على السريرين، السريرين بيبقوا قصاد بعض عشان تبقى العرايس على عدلة واحدة في السريرين. الكلام ده هيبان واحنا شغالين في الطقم ان شاء الله، هقول لكم يتعمل ازاي. طيب يتفضل اخر حاجة، لا مش اخر حاجة، في هنا النص متر ده اهو، نخلي الخضوبيات اخر حاجة. النص متر ده هقسمه برضو على ثلاثة عشان اعمل بيه كورنيش للملايتين، كورنيش واحد للملايتين. اهو هاخد كده اهو كده اهو قد بعض بقسمهم، ونفس اللي عملته في السادة برضو بعمله هنا كده اهو. معايا ثلاثة اهو، باخد واحد كده وواحد كده والتالت بقسمه نصين اهو عشان اخد نص هنا ونص هنا، يبقى كورنيش لملاية وكورنيش لملاية، وكده يبقى معايا اخر حاجة الخضدية. بالنسبة للخضدية انا مسكت، انا قصة 75 سنتي زي ما قلت لكم كده، مسكت التانية الاول كده 15 سنتي عشان القماش ده بيبقى كين شوية ممكن ما يكملش 240، مسكت قست كده 15 سنتي وقصيتهم اهو. دول هعمل بيهم القلاب بتاع الخضدية. خلاص دول قلاب الخضدية 15 سنتي، قلاب الخضديتين. طيب القماش اللي اتفضل معايا كده مسكته تنيته كده نصين كده، اداني حوالي 52 سنتي، ما ادانيش بقى 55 زي نص الخضدية، هو اداني 52. الخضدية عموما بتبقى 50، ف 52 برضو شغال كويس. هقسمهم كده كده، وبعدين هقسمهم للناحية التانية كده كده اهو. طيب انا بقى هاجي معايا الجزئين دول اهو، الجزئين دول هعملهم وشين للخضدية، الجزئين اللي فوق الوشوش بتوع العرايس هعملهم دول وشين للخضدية، الجزئين التانيين اللي هم فيهم فراشات وحاجات كده دي هتبقى الظهر بتاع الخضدية. وبكده هنكون قصينا الطقم ده، هو سهل جدا وبسيط ما فيهوش حاجة، ولما هنيجي ننفذه ان شاء الله هيتنفذ بسهولة وما فيهوش أي حاجة، سهل جدا إن شاء الله. بكده هنكون قصينا الطقم. أنا كده عايزة آخد الجزء ده، هيبقى فيه زيادة شوية أهو، أنا هقص الزيادة برضو بتاعة القلاب عشان تبقى جاهزة معايا أهي كده، هقص الزيادة دي أهو معايا كده الجزء ده أهو، ده القلاب. وبكده بنكون خلصنا قص الطقم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. هنقفل الاول ان شاء الله
نقفل الاول الخديديه بتاعه الطقم، وبعد كده هنبدا نشتغل في الطقم ده. يا رب يكون الدرس ده مفيد بالنسبه لكم، يكون في معلومه جديده وصلت الناس الجديده معانا. لو عايزين اي حاجه قولوا لي وانا اشرحها لكم، لو عايزين لو في حاجه مش واضحه قولوا لي وانا اشرحها لكم. استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي ننفذ الخطوة دي وبعدين نبدأ نشتغل في الطقم ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.